تقدم عيادات إيف للخصوبة لطب النساء والتوليد خدمات رعاية متميزة لصحة الأم والجنين، تضم فريقاً طبياً متكامل على أعلى مستوى لعلاج أمراض النساء والتوليد بأساليب مبتكرة للوصول لأعلى مستوى في مجال الصحة الإنجابية. أحدث الأجهزة في علاج أمراض النساء والتوليد كالحقن المجهري والتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والسونار ثلاثي ورباعي الأبعاد ومناظير الرحم والبطن وتجميد الأجنة والحيوانات المنوية واختيار جنس المولود. عيادات إيف للخصوبة رائد من رواد مجال صحة المرأة، فهي تقدم الرعاية المتكاملة بدقة في التشخيص والعلاج بأحدث وسائل الإخصاب المساعدة على حدوث الحمل وعلاج تأخر الإنجاب وعلاج بطانة الرحم المهاجرة والتعامل مع حالات الحمل والحمل الحرج. تحقق عيادات إيف للخصوبة معدلات عالية في نجاح الحمل وتقديم خدمات الرعاية المتكاملة في التخصيب المعملي وجراحات المناظير. عيادة إيف للخصوبة، نحقق لك حلم الإنجاب. للتواصل، الفرع الرئيسي، القاهرة، مدينة نصر، 35 شارع أبو داود الظاهري، متفرع من مكرم عبيد بجوار البنك العربي الإفريقي. تليفون 010-97-97-55-55. فرع الأليوبية، أليوب البلد، أمام مستشفى حميات أليوب. تليفون 012-709-709-70. الأستاذ الدكتور أحمد رافع، استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري وأطفال الأنابيب وجراحة المناظير، وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حلم الإنجاب مع أستاذ دكتور أحمد رافع، أستاذ أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري وأطفال الأنابيب وجراحة المناظير وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم. زي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك يا شيرين، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكم دكتور. عايزين نتكلم النهاردة عن الفحص الوراثي للجنين. بصي، هو الفحص الوراثي للجنين ده الأول يعني موضوع مكلكع كده شوية، فأنا هحاول أنا أبسطه للسادة المشاهدين بحيث أن الناس برضو تبقى مستوعبة، لأن يعني إحنا دايماً وإحنا حتى في كل الطب لما كنا نخش في موضوع الجينات والكروموزومات وكده، فكنا يعني تقريباً بننام وبالظبط كده. فأنا يعني إن شاء الله ربنا يقدرني وأقدر أوصفه لكم كده بشرح مبسط يوصل للقلب على طول إن شاء الله، وتبقى الأمور طيبة إن شاء الله. الموضوع ده مهم جداً بالنسبة لكل الناس، خصوصاً المصريين أصدقائنا في الوطن العربي اللي هما بييجوا هنا في مصر يعملوا حقن مجهري، تمام؟ يعني إيه العيوب الوراثية؟ إحنا عارفين طبعاً إن أي خلية فيها 46 كروموزوم، أوكي، اللي هي عبارة عن نصها من الأم ونصها من الأب اللي هو 23، أوكي، بما فيهم الإكس والواي. فبيبقى الكروموزومات دي، الإكس والواي دي، هي اللي بتحدد نوع الجنين ولد أو بنت. بالصدفة طبعاً إحنا كنا يعني انا هحكي لك بس القصه جت ازاي. ان احنا كنا مثلا لما بنعمل تقنيه اللي هي اختيار نوع الجنين اللي هو سواء ولد او بنت، فبنعمل تحليل الاكس والواي، اكتشفنا ان في كروموزومات تانية احنا بنبص عليها، اكتشفنا ان فيها بعض العيوب، تمام؟ فبناء عليه قلنا لا كده احنا لازم نشوف الموضوع دوت ليه، لان احنا لما يكون في الجنين في عيوب وراثيه بتاثر بالسلب على الحمل. بمعنى ايه بتاثر بالسلب؟ ان هي ممكن الجنين دوت لما يكون فيه عنده عيوب وراثيه ما بيكملش، ما بيتمش. لما تيجي تحطيه في قلب طنط الرحم هو غير قادر ان هو ينمو، فيقوم يحصل اجهاض او يحصل فشل للحقن المجهري، وده من ضمن الاسباب اللي هي موجوده في الحقن المجهري، في فشل الحقن المجهري، ان الزوجه تعمل الحقن مرتين وثلاثه واربعه كل مره يبوء بالفشل. ده سببه ايه؟ سبب ان في حاجه في الماده الوراثيه بتاعه الجنين بتسبب فشل الحقن المجهري. اوكي، طيب. الكروموزومات دي زي ما قلت لحضرتك هي عباره عن عدد او بنسميها عن شكل ومضمون.
اوكي. اول حاجه بالنسبه للعدد، لازم زي ما قلنا قبل كده او قلنا دلوقتي، ان هو عباره عن 23 كروموزوم مزدوج من الام ومن الاب. لما بيحصل فيه عيوب، العيوب دي تضمن فيه الشكل وتضمن فيه المضمون. المضمون اللي هو الجينات، الكروموزومات ديت ما هي الا عباره عن حامله للجينات اللي موجوده لجسم الانسان، واللي هي تركيبه الدي ان ايه. انا مش هخش في تفاصيل طبعا طبيه، عشان انا لو دخلت في تفاصيل طبيه الناس كلها في الغالب هتبتدي ايه تتوه مني، لكن اللي انا خايف بالظبط شوية اه كمان. لكن اللي هو التحليل الكروموزومي او التحليل الوراثي للجنين، ما هو اللي انا بعمل تحليل للكروموزومات وللجينات اللي هي موجوده اللي في ايه في قلب الجنين. تمام، احنا معانا فيديو برضو عشان ابدا كده صوره كده مبسطه، ممكن اجيب فيديو انيميشن كده نتفرج يعني ايه نتفرج كروموزومات كلنا على الفيديو بالظبط. دلوقتي على الشاشة. تمام، هنا عندنا مثلا الكروموزومات زي ما احنا شايفين ان هم مثلا واحد يمين واحد شمال، بيحصل مثلا في واحد منهم جزء من الكروموزوم ده بيتشال ومبيبقاش موجود ويرجع يتقسم تاني، تمام، ويرجع يتكون، تمام، فيدينا برضو تشوهات في الكروموزومات كمضمون. اوكي، في حاجة تانية لو خلنا بالنا، في جزء من الكروموزوم دوت اتقلب، القلبة دي بتأثر في التكوين الجيني. اوكي، في برضو حاجة تانية ان يحصل تبادل، ان جزء من هنا يتقسم وجزء من هنا يتقسم ويروح هنا في الحتة دي، بنسميها ترانسلوكيشن، او تمام، او زي ما قلت لحضرتك اتقلب، ده جزء راح هنا وجزء راح هنا. تمام، كل الحاجات دي واردة ان هي تحصل، بتغير في التركيب الكروموزومي بتاع الجنين نفسه. التغيير الكروموزومي ده بيبقى بيأثر بعد كده بالسلب. طيب ده ليه علاج؟ انت ايه رايك؟ شايف ان ممكن ليه علاج؟ اكيد طبعا يا لا دكتور، انا بقى معاكي، مش معاكي في موضوع ان ليه علاج ملوش الكروموزومات. علاج. بالظبط خالص، اللي هو التشوه الكروموزومي او التشوه في الحاجات دي ملوش علاج. طب ليه وقايه؟ وقاية اكيد ليه وقاية يعني طبعا. مش هنسميها، بس هو لو حصل مش هيبقى، مش هينفع ليه وقاية، لان برضه دي حاجات بتبقى طفرة بتحصل في الجينات او في الكروموزومات بتاعة الجنين، فبتأثر في بالشكل اللي احنا شفناه دوت. دي حاجة كده بتحصل زي ميوتيشن او تغير او طفرة بتحصل فيه. طيب يبقى احنا كده اتفقنا ان هو ملوش علاج وملوش وقاية. طب انا استفدت ايه؟ لا، استفدت انه له تشخيص. طيب التشخيص ده بيفيدني في ايه بقى انا كدكتور في حقن مجهري واطفال الانابيب؟ التشخيص ده بيفيدني ان انا اقدر اشخص الجنين دوت، لما اجي اعمل تحليل ليه اشوف الجنين ده سليم ولا الجنين ده وحش. طب انا استفدت ايه برضو؟ استفدت ان انا لو انا الجنين ده لقيته سليم، ده اللي بستخدمه في الحقن المجهري. لو لقيت الجنين ده التشكيل الكروموزومي ليه وحش، خلاص يبقى ما استخدموش، لان انا عارف ان هو مش هيكمل، ولو كمل هيجيب لي طفل مشوه. تمام، فالتشخيص ده مهم جدا جدا جدا. ايه هي يا دكتور العيوب، عيوب الكروموزومات وتشخيصها؟ يعني حضرتك تقول لنا عيوبها. تمام، تقدر تشخصها؟ بصي، هو عيوب الكروموزومات زي ما قلنا قبل كده عدد ومضمون. العدد احنا متفقين ان هم 46 كروموزوم، ممكن يحصل ان هم يزيدوا، ممكن يحصل ان هم يقلوا. يعني ايه 46 كروموزوم؟ ممكن يبقوا 45 كروموزوم، ده وارد. ممكن يزيدوا يبقى 47 مثلا كروموزوم، وده وده بيبقى عيب خلقي، بيبقى فيه تشوهات او عيب خلقي. ده بالنسبه للايه؟ للعدد. تمام، المضمون نفسه زي ما احنا شفنا كده في الفيديو، ان يحصل تغير في ترتيب الدي ان ايه بتاع الكروموزوم، ومن ثم يحصل تغير في التكوين الجيني بتاع الايه؟ الجنين. التغيرات دي في حد ذاتها بتاثر، زي ما بنرجع نقول تاني، ان هي بتاثر بالسلب على التكوين الجيني بتاعه. طيب احنا اكتشفناهم ازاي او عملناهم ازاي او 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 ايه اللي بيحصل او يعني الدنيا مشيت ازاي؟ ان احنا لما نيجي اكتر حاجه او اكتر ناس بندور عليهم في، يعني احنا مش مفروض ان انا اعمل التحليل الكروموزومي او التحليل الوراثي للجنين لكل الناس، لان يعني ده طبعا دي تكلفه. لا، انا بعمله لناس معينه، الناس المعينه ديت بالظبط، الناس المعينه دي هي اللي ببتدي ابحث عنها. بمعنى ايه؟ عندي جات عيانه عملت حقن مجهري مره واثنين وثلاثه، وكل مره بتبوء بالفشل. طب ما انا وبرجع، يعني لو الساده المشاهدين متابعينا شافوا في حلقات قبل كده اللي هي اسباب فشل الحقن المجهري، لقيت ان الاسباب كلها يعني مش موجوده. طيب ما ادور على الفحص التكويني للجنين او الفحص الوراثي للجنين، لو انا فحصته هلاقي المشكله دي موجوده. تمام، طيب ده حاجه. الحاجه الثانيه ان انا مثلا الزوج اللي هو بيجي يعمل حقن مجهري، الاقي عدد التشوهات بتاعه الحيوانات المنويه كتير، وده بتبان طبعا
بالتحليل السائل المنوي العادي الاقي، بص المفروض التحليل السائل المنوي العادي بيبين لي عدد وبيبين لي حركه وبيبين لي تشوهات وبيبين لي لو في صديد، في كذا بارامترز كده بنبص عليها في الايه في التحليل السائل المنوي. لو انا لقيت نسبه التشوهات عاليه، طب ما ده وارد ان يجيب لي جنين برضو ده فيه نسبه تشوهات، تشوهات. فاحط في الاعتبار ان انا لازم اعمل ايه فحص الايه الكروموزومات بتاع الجنين. تمام. طيب وحالات الاجهاض المتكرر، بمعنى ان الست ممكن تحمل حمل طبيعي جدا ويحصل اكتر من مره ان يحصل فيها اجهاض متكرر. تمام. ده برضو وارد ان يكون فيه تشوهات في الكروموزومات بتاعه الجنين. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بندور فيها للعيوب الكروموزوميه بتاعه الجنين اللي هو السن المتقدم بالنسبه للزوجه. بمعنى ايه؟ ان السيده او الزوجه لما يكون السن فيها متقدم نسبه حدوث تشوهات في الجنين نفسه ده وارده. بمعنى ان مثلا الست من 20 ل 30 سنه ده نسبه حدوث التشوهات قليل، يبقى مثلا حوالي 10 20%، وهكذا لغايه لما نوصل سن 40 سنه تلاقي نسبه التشوهات ممكن توصل ل 80%، بتزيد يا دكتور. بتزيد بالظبط يعني كده. كل ما السن بيكبر بتزيد نسبة برافو عليك، وده التشوهات. حاجة تخوف أو حاجة تقلق، فلازم نبقى حريصين جدا إن إحنا في السن المتقدم بالذات لازم نعمل إيه تحليل للكروموزومات. أوكي، فده مهم جدا بالنسبة ليهم. الحاجة التانية برضو من ضمن الحاجات اللي إحنا الحالات اللي إحنا بنعمل لهم برضو تشخيص للكروموزومات اللي هم مثلا الآباء أو اللي عندهم حد في العيلة أو حد من القرايب عنده برضو عيوب خلقية في أولادهم أو في قرايبهم، سواء مثلا نسمع عن طفل المنغولي. الطفل المنغولي ده برضه بيبقى عدد الكروموزوم رقم 21 بيتضاعف، فبيبقى ده برضه من ضمن الحاجات. فده عنده يعني باست هيستوري ان في حد عنده من العيله عنده حاجه في الكروموزومات، فلازم ده برضه نحطه في عين الاعتبار ان احنا نعمل له التحليل ده. دي من ضمن الحالات يا دكتور اللي تحتاج لحد بالظبط. يبقى احنا يعني نرجع للفحص نقولهم الوراثي تاني الناس اللي بنعمل نظرهم. لهم، عشان مش كل الناس بس تبقى فاكره ان لازم نعمل تحليل وراثي. واحد السن المتقدم بالنسبة للزوجة، اثنين اللي هو حالات الفشل الحقن المجاري أكتر من مرة، ثلاثة الإجهاض المتكرر، أربعة التشوهات في الحيوانات المنوية اللي هي موجودة عند الزوج لو نسبة عالية قوي، خمسة لو عندهم حد في العيلة عنده باست هيستوري من موضوع التشوهات دي. تمام. طيب التشوهات دي بنعمل ايه احنا كدكاترة؟ بنعملها ايه؟ بنعمل حاجة اسمها بنعملها ازاي يعني برضو عشان يبقى الساده المشاهدين يا ريت. بتفهم برضو احنا بنعمل الموضوع ده ازاي. بنيجي على بنعملها مثلا في الحقن المجهري، احنا بيبقى عندنا جنين، الجنين ده مثلا بيوصل 4 خلايا ولا حاجه، بناخد خليه من الخلايا الاربعه دول وبنسحبها وبنبتدي نفحصها فحص للكروموزومات سواء عدد او مضمون. زمان كان بنستخدم ان احنا كان بيبقى عندنا حوالي 4 كروموزومات بس اللي بنستخدمهم، الكروموزوم رقم 13 والكروموزوم رقم 18 والكروموزوم رقم 21 والاكس والواي. دلوقتي في الاجهزه القديمه اللي موجوده دلوقتي بتحلل 4 كروموزومات بس اللي هو 13 و18 و21 والاكس والواي. الجديد بقى 20، والجديد للساده المشاهدين عندنا في المركز دلوقتي في جهاز بيحلل ال 46 كروموزوم كلهم بلا استثناء، مفيش ولا كروموزوم يقدر يهرب مننا، نقدر نشخص بفضل الله التحليل للجميع كل الكروموزومات 46. 46، وده التقنيه اسمها سي جي اتش اللي هي كومباريتيف جينوم هيبريدايزيشن. فالحمد لله بنقدر نعرف التشخيص الوراثي للجنين، وبنقدر بهذه التقنيه نستخدم الجنين السليم اللي بنامل بامر الله ان يتم الحمل معاه. بشكر حضرتك يا دكتور عن الحلقة دي، أستاذ دكتور أحمد رافع، أستاذ أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري وأطفال الأنابيب وجراحة المناظير وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة. بشكر حضرتك يا شكرا دكتور. يا شيرين، وشكرا للسادة المشاهدين، ويا رب إن شاء الله أكون قدرت أوصل المعلومة للسادة المشاهدين في صورة بسيطة يعني. طبعا يا دكتور، بشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة، شكرا. شركة الشريف ميديا لاين، لو عايز تنتج أو تصور إعلانات فعاليات ومؤتمرات، جرافيك، برامج تلفزيونية، تسويق البرامج والإعلانات. للتواصل الاتصال على
شركة الشريف ميديا لاين، الإعلام بمنظور آخر.